افهمنا يا زيزو، اخوك متبلغ عنه انه بحيازته مخدرات، ولما المخبرين مسكوه لقوا فعلا في الكتاب بتاعه مخدرات. مخدرات يا بيه؟ بس ده الولد ما بيحطش السيجاره في بقه. ما هو حل اللغز ده عندك انت يا زيزو. لو قلت لي مين اللي سرق الورشه بتاعت ابوك هنقدر نعرف مين اللي دس المخدرات لاخوك وبلغ عنه. وانا يا باشا اعرف مين اللي سرق الورشه؟ بس بقول لك ايه، ما تعملش حادق عليا، انا متاكد انك عارف مين اللي سرق الورشه. انا بخبرتي بقول لك ان اللي سرقوا الورشه لسه حاطينك في دماغهم وبيلوا دراعك بموضوع اخوك. يلوا دراع انا؟ ده انا الضحيه يا باشا مش الجاني. بقول لك ايه يا زيزو، ما تضيعش وقتي معاك. لا بقى يا باشا بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في الواد المحبوس جوه ده. خد اقوالي زي ما قلت لحضرتك واحبسني مكانه، الولد عنده كليه بكره يا باشا. ما ينفعش اللي انت بتقوله دوت، ما ينفعش اعمل كده. مش هينقذ اخوك غير انك تقول الحقيقه. اسمع كلامي، اعمل محضر بسرقه الورشه بتاعت ابوك، واكتب الاسامي اللي انت شاكك فيها، وسيب الموضوع عليا انا.